لايف سبوت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا بكم في لايف سبور البداية بكاس تونس لكرة القدم نسخة الزعيم فرحات حشيد. واليوم الموعد مع مقابلة الفينال اللي باش تجمع بين مستقبل المرسى والنادي السبيقسي بداية من 6 متاع العشية في ملعب رادس بحضور 30 ألف متفرج، واللي باش تكون بسفرة الحكم يسري بوعلي بمساعدة كل من وائل الحناشي مساعد أول وهدى عفين مساعدة ثانية، وليد الجريدي باش يكون حكم رابع مع تعيين هيثم قيرات كحكم فار ويوسف الجامي حكم فار مساعدة. بالنسبة للتحذيرات، CSS أجرى البارح آخر حصة تدريبية وتشكيلته بالششة غياب الملاعبيتو الأجانب وهما الغيني نابي كامارا العراقي حسين علي والموريتاني إسماعيل دياكيتي بسبب قانون الجامعة اللي يحرمهم اللعب أمام فرق من درجة أقل في كاس تونس. من جهة أخرى، المدرب المساعد للCSS طارق سالم كان عقد البارح ندوة صحفية خصصها الحديث على أهمية المقابلة متاع اليوم واللي نسمعه يحكي على موجات الفينال ضد مستقبل مرسى وحرمان فريقه من الملاعبية الأجانب. تحضيرات نهائي تاع دوري نهائي، تحضيرات عاديه كما كل فريق يحضر في نهائي مقابله صعيبه على الصراط قانون هذا ولا حاجه على السطور، خاصه في نهائي ولا نصف نهائي يلزم مراجعه القانون هذا، لانه مش معقول معناها انت تجيب اللاعب زيصون معناها تاعك الاجانب يتكلفوا على الفرق خاصه بالعمله الصعبه وبعد ما تتحرم منهم في نهائي، ولا حسب رايي يلزم مراجعه القانون. بالنسبه لنا احنا قوه نادي سبيرتس وقلتها حتى قبل مقابله النادي الافريقي ماهيش الفرديات لكن قوة النادي السبيرتس في المجموعة والروح اللي نلعب بها، نلعب بها سواء ماتش النادي الافريقي وان شاء الله غدوة زادة كيف باش نلعبوا نفس الروح، دونك القوة هي في المجموعة، اللاعبين اللي باش يلعبوا زاد عندنا في ثقة، اللاعبين عندهم قيمة فنية وعندنا ثقة في الجروب، كيما قلت لك القوة تاع النادي السبيرتس هي في الجروب، الانسجام بين اللاعبين، عندنا لاعبين مغطرين كيما شادي الهماني ودحمان معناتها هما يعرفوا يغطوا الصغار، انسجام كبير معناتها ما بين عناصر الإدارة الفنية بين الإدارة الفنية واللاعبين، وذلك هو التربية باش يكون صرف نجاح النادي السبيرتس إن شاء الله. إذن التشكيلة المحتملة للCSS في مباراة اليوم بشكون عن نحو التالي: أيمن دحمان، محمود غربال، علي غرام، محمد النصراوي، أسامة البحري، وائل تليلي، شادي الهمامي، عبدالله العامري، صابر السوداني، بلال الحمروني، وأشرف العباسي. في المقابل، مستقبل المرسى كان أجرى بدوره البارح آخر حصة تدريبية واللي كانت مخصصة لتحديد ملامح التشكيلة الأساسية. من جهة أخرى، مدرب الجناوية سفيان الحيدوسي كان عقد بدوره البارح ندوة صحفية خصصها لحديث على مقابلة النهائي واللي نسمعه يحكي على مواجهات CSS في مباراة الفينال. إن شاء الله يكونوا في المستوى، إن شاء الله الفريق أول حاجة نلعب كورة، في كرة القدم جو بونس معناتها كل شيء يزمك تتعب عليه باش لجور جيت تلقى روحك الفريق بتاعك حاضر ويقدم أحسن مردود، يسبتوا رجعوا مكانه مستقبل رياضي بالمرسى، لازم ترجع مكانته في أقرب وقت بريمو مرتاحين، عندنا كل شيء متطلبات بتاع الفريق باش يكون ناجح موجودة، إن شاء الله نكونوا في المستوى الحدث إن شاء الله ربي يوفقنا، حتى زادة مباراة سبيقس تكون في كل روح رياضية ويكون عرس كروي بأتم معنى بكلمة، يسبتوا ماذا بيه تكون مباراة جماهير تتفرج في مستوى بتاع مباراة ممتاز، معناتها مباراة تكون ممتازة، مباراة تكون مفتوحة، الناس تلعب كورة، خلي على القليلة الجماهير تتمتع بالدور النهائي. التشكيلة المحتملة لمستقبل المرسى بشكون عن نحو التالي: الأخضر البوغانمي مع عامر العمري، أمين بن مسعود، ياسين الزويري، عثمان القروي، مالك بن خضرة، أمير الصباحي، حمزة حدة، أشرف الغريسي، ماهر نويوي، عمر الترايدي. في الشبيبة الرياضية القيروانية، الهيئة التسييرية للجي اس كات وصلت لاتفاق رسمي من أجل التعاقد مع 5 ملاعبية في الميركاتو الحالي، هما الحارس ابن النادي علي الفريوي، أمير المكور من اتحاد بن قردين، مهاجم أولمبيك سيدي بوزيد أحمد الترابلسي، اللاعب السابق لنجم المتلوي محمد إيهاب المرزوقي، ولاعب النادي القربي جسر بن عتيق. من جهة أخرى، تم الاتفاق مع ابن النادي المهاجم إيهاب العدامي لتجديد عقده بزوز مواسم إضافية مع مواصلة التعويل على الثنائي المنتدب أحمد الفزاني والياس المجري. الترجي الرياضي التونسي وصل تحذيراته في العاصمة بإشراف مدرب نبيل معلول استعداد لعودة نشاط البطولة. اليوم فريق باب سويقة باش يواجه أمل حمام سوسة في مقابلة ودية تنطلق بداية من 5 متاع العشية في حديقة الرياضة به.
إفريقيا الممثل كرة القدم التونسية الاتحاد الرياضي المنسيري باش يواجه فريق الجيش الرواندي اليوم ماضي ساعتين بتوقيت تونس في العاصمة الرواندية كيغالي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وتشكيلة اليوسمو باش تشهد التعويل على المنتد بن جدد على غرار أنيس بن احتيرا والجزائري عبد القادر بوتيشة. التشكيلة المحتملة للاتحاد المنسيري بشير بن سعيد في الكاج مع هشام بكار عثمان وترى محمد الصغراوي عمر بوراوي عبد القادر بوتيش يوسف أمارو حسام تقا هيكل الشيخاوي أنيس بن احتيرا وزياد العلوية. نكمل في الأجواء الإفريقية واليوم الموعد مع مقابلة السوبر الإفريقي باش تجمع بين الوداد حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الفارتة واللي باش يكون في مواجهة نهضة بركان المغرب المتوج بلقب كأس الكاف مباراة باش تدور بدايه 8 متاع الليل بتوقيت تونس وباش يحتضنها ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط. عربيا البارحة لعبت مقابلة كأس السوبر السعودي المصري في استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة الهلال بطل الدوري السعودي يتوج باللقب بعد ما تفوق على الزمالك بطل الدوري المصري بركلات الترجيح 4-1 ونهاية المباراة بالتعادل إيجابي هدف مقابل هدف في الوقت القانوني والحصص الإضافية. نغيروا الاختصاص ونحكيوا على كرة السلة. شبيبة الرياضية القيروانية تواصل تحذيراتها في قاعة تعزيز ميلاد استعدادا لانطلاق نشاط البطولة بإشراف المدرب أحمد الكيفي اللي نسمعوه يحكي على آخر التحذيرات وفكرة على الرصيد البشري في ميكرو زميلنا زبير العيري. البطولة بريفيو لـ 24 وإحنا عنا توا نصنف في الجمعة الثانية دوزيام سمان دي انترانيو. كما قلت اللي موجودين توا على الملعب هم اللاعبين الأواسط والصغار بعض اللاعبين الأكابر اللي قاعدوا جاد وعبيد وفراس ويوسف الضيف ومروان لغنش الآن نستنوا في الهيئة حتى تكمل لهم عقودهم لأن فيهم زوز عقودهم فات وفيهم الأخرين بشي جدوا لهم عقودهم ثم بعد فما إمكانية انتداب لاعبين زوز من تونس قاعدين تحاوروا معهم إن شاء الله والهيئة والمسؤولين قاعدين يشوفوا معهم إن شاء الله في القريب يتم هكا باش نجموا نحميوا اللاعبين الصغار اللي باش نحاول معناها السنة باش نخليهم نعطيهم أكثر وقت يلعبوا لكن يلزمهم يكونوا محمين بوجود هاللوساتور متاع الإكيب الكبار اللي موجودين مازالوا وثم نحاولوا نجيبوا معناها دي ريكروتمون سيبلي يكونوا معناها خاصة معناها ما يكونوش كبار يكونوا مقراب لعمرهم ويكونوا زادة عندهم خبرة. في التنس لعبتنا التونسية أنس جابر المصنفة 5 عالمين تواصل تألقها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وبعد فوز على الفرنسية كارولين غارسيا في النصف النهائي سفيرة السعادة التونسية باش تكون في مواجهة المصنفة أولى عالميا البولونية إيغا شوفيونتيك اليوم بداية 9 متاع الليل بتوقيت تونس في مقابلة النهائية. عالميا رابطة كرة القدم الأنجليزية قررت البارح رسميا تأجيل مقابلة الجولة 7 من مسابقة البريمير ليغ الأنجليزية اللي كانت مقررة نهاية الأسبوع الحالي واللي تم تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب وبعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. خارج تونس وفي الليغا الإسبانية البارح كان الموعد مع مباراة وحيدة جيرونا تفوق على بلد الوليد 2-1 في البوندسليغا الألمانية فيردر بريمن انهزم أمام أوغسبورغ 1-0 وفي الليغ الفرنسية لونس تفوق على تروا 1-0. نختمو نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية تساعد الرياضة في تعزيز جهاز المناعة في الجسم بالإضافة لتحسين نشاط الذاكرة مع الوقاية من مختلف الأمراض. هذا كل معنا في لايف سبور أجمل تحيات سيدة ترابلسي وإن شاء الله نهاركم زينة. لايف سبور.